تقديرا لتضحية الشهداء في سبيل الوطن وتقديرا لعائلاتهم وتحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كرمت مؤسسة وسام الخير مجموعة من أسر الشهداء على مدرج جامعة دمشق. نحن اللي تكرمنا فيهم كله، نحن سعدنا بحضورهم، نحن شو ما أعطيناهم ما نقدر فيهم حقهم، لأنه قدموا أكثر مما نحن بنتصور، قدموا أرواحهم، قدموا حياتهم لحتى نعيش نحن، لحتى نقدر نكمل نحن، وإن شاء الله على هالسايرون كلنا مشروع شهادة بهذا البلد. كان برنامج تنسيق بين محافظة حلب وباقي المحافظات بتكريم 400 أسرة شهيد بدمشق، 400 أسرة شهيد بمحافظة حلب، 200 باللاذقية، 200 بطرطوس، 200 بحماة، 200 بحمص. فنحن اليوم متواجدين في محافظة دمشق من أجل نحن نتكرم بهي الأسر اللي نحن هن قدموا أغلى ما يملكوا لولا دماؤنا الطاهرة لما صمدنا ولما قاتلنا، ونحن هلا حاليا جايين نتكرم فيهم. التكريم تضمن 400 أسرة من ذوي شهداء الجيش العربي السوري، تقديرا لبطولاتهم ولما قدموه في سبيل رفعة وعزة بلدهم. الشهداء إن شاء الله يكونوا براس عز وشهادة ونصر لوطننا الحبيب بعد هالتعب وضحينا كل هالتضحيات، وإن شاء الله إحنا أسر الشهداء نكون يا رب قدمنا بكل ما نملك وكل ما أغلى عنا في سبيل الوطن. نتمنى للوطن بالأمان، نتمنى للشهداء الرحمة، ولأبطال الجيش العربي السوري نتمنى لهم كمان أنه يكونوا دائما بالمقدمة. دماء الشهداء الزكية التي روت تراب الوطن رسمت ملامح النصر وسطرت الملاحم في مواجهة الإرهاب وداعميه.